طيب السلايدات ظاهرة لكم؟ تمام دكتور. يبقى نرجع تاني لـ environmental mastery and social competence، قدرة الشخص على أن يؤثر في البيئة اللي عايش فيها، قدرته على قدرته الاجتماعية أو الكفاءة والكفاية الاجتماعية، بتعني القدرة على تأسيس العلاقة. طيب أي علاقة علشان تبقى مرضية وتستمر دي بتتطلب مننا إيه؟ بتتطلب مننا توافر مهارات أخرى بين قوسين الـ communication skills. تمام؟ يبقى إحنا عندنا قدرة على الكوميونيكيشن، ده هيمكننا او عندنا من الكوميونيكيشن سكيلز ما يمكننا لعمل علاقات مع الاخر، ده جزء. and he is able to love and accept the love of others. طيب علشان انا يبقى في علاقه بيني وبين الاخر يبقى احنا لازم يكون عندنا ايه؟ عندنا في الـ 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 الحب والتعايش، مش كده؟ عندي في المقدره على ان انا اتقبل الاخر والاخر يتقبلني. ما فيش علاقة بتتكون وبتستمر بالفرد بالعافية، لا، العلاقات بين البشر ليها أسس، من ضمن هذه الأسس إنه يبقى الشخص مقبول لدى الآخر، وهو بالنسبة له هو مقبول لدى الآخر والآخرين مقبولين بالنسبة له، يبقى love able to love، إن الشخص ده يقدر إنه يحب ويتحب. بس مش المقصود هنا بالحب اللي هو الحب لشخص من شخص لشخص من سكس آخر، لا، الحب بينا كبشر ان احنا نبقى مقبولين. لانه اعتقد يمكن اللي انا بقوله مش جديد، اي حد فينا ممكن يصادفوا بعض من البشر كده او نوعية من البشر نلاقيها ملفوظة مرفوضة، تحس كده انك انت الشخص اللي قدامك منبوز، اه بالظبط، يعني مش مرتاح له مش متقبله ايا كان الوضع، حتى كده ولو بشكل زي ما بنقوله ايه، بداية معرفتك بيه مش قادر انك انت تستمر معاه، مش قادر انك انت اصلا يبقى في بينك وبينه علاقة، شخص مرفوض. طيب يبقى able to love and accept the love of others and display kindness. كمان في أسس لتكوين العلاقات، احنا بشر لازم يبقى عندنا ايه؟ الاحترام، العطف، الصبر، الرحمة ببعض، دي كلها مقاومات أساسية لوجود اي علاقة بين أكتر من شخص. Display kindness, patience, and compassion for others. كمان في حدود هذه الكريتيريا أن الشخص يفانكشن when in society has achieved a satisfactory role within the group and can build a new friendship. يبقى لدى الشخص من حيث قدرته على التأثير في البيئة اللي عايش فيها والمقدرة الاجتماعية يتوفر لديه القدرة على أن يؤدي في المجتمع، يؤدي بشكل جيد وفاعل في المجتمع اللي هو فيه. احنا مش عايشين في معزل عن اللي حوالينا، صح كده؟ انا كفرد انا عضو في اسره ومكونه اسره وفي محيط عمل ولي علاقات وفي بنتمي لي او عندي انتماءات لمجموعات معينه، كل ده معناه ايه؟ كل ده معناه ان علينا ايه؟ علينا ادوار وعلينا مسؤوليات. تمام، من منطلق القدرة على السيطرة، من منطلق على البيئة اللي أنا عايشة فيها، من منطلق الكفاية الاجتماعية، أقدر أدي دوري ده بشكل مرضي، أقدر أكون علاقات. طيب كل ده هيمكننا من إيه؟ هيمكننا من when faced with life situations he is able to strategize. إحنا مش عايشين لوحدنا زي ما اتفقنا، ما ينفعش، إحنا بشر بنحتاج لبعض، بنكمل بعض، عندي ملكات وعندي ضعف وغيري عنده ملكات أخرى عكس اللي عندي وعنده ضعف عكس اللي عندي وهكذا، فبنلاقي نفسينا في وضع إيه؟ احتياج للآخر. تمام؟ طيب بالتالي لما يواجهنا أو يصادفنا مواقف حياتية أو مواقف في حياتنا أو ظروف معينة، نقدر إن إحنا نضع لها من استراتيجيات، نقدر نوصل لقرارات، نقدر نحدث تغير ونوع من إن إحنا نعدل على هذه المواقف عشان في النهاية نصل لمرحلة الأدابتيشن. Life offers satisfaction to individual who has achieved environmental mastery. عشان نقدر نعيش حياتنا، نقدر نتعامل مع مواقف في حياتنا مختلفة، لازم يكون عندنا الإيه؟ عندنا القدرة على التأثير على البيئة اللي احنا عايشين فيها، عندنا مهارات مختلفة تمكننا من التعايش ومواجهة مواقف المختلفة والمعطيات المختلفة اللي بتصادفنا. أي استفسار في بالنسبة للكريتيريا؟ أي سؤال أو أي استفسار؟ أي سؤال يا شباب؟ تمام دكتور. طيب النقطة اللي بعديها إيه هي الفاكتورز influencing المنتال هيلث؟ إيه هي العوامل اللي ليها تأثير على الصحة النفسية لدى الأفراد؟ عندي ثلاث عوامل رئيسية، منها
اولا ان individual and inherited characteristics اللي هي عوامل معنيه به، او هذا العنوان معني به العامل الجيني. العامل الجيني بين inherited characteristics that focus on genetic defect. الاكتساب الوراثي بالظبط الجانب الايه او العامل الوراثي. May predispose a person to mental disorder as schizophrenia or bipolar affective disorder الاخر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما انا في بدايه علاقتي مع المريض، لما بعمل انترفيو بغرض ان انا بعمل داتا كولكشن واركز تحديدا على الفاميلي هيستوري، سواء كان الانترفيو اللي انا بعملها مع المريض نفسه او احد من ذويه، انا واحد من الهيستوريز اللي بسال عنها وبعمل ستريس عليها الفاميلي هيستوري. زي بالظبط مريض اللي عنده ديابيس او كاردياك ديزيز معين او هايبرتنشن او اي مريض عنده مشكله اورجانيك، من الهيستوريز اللي انا بجمعها بسال ايه؟ باخد فاميلي هيستوري في حد في العيله. هنا العيله مالها بقى؟ هنا العيله مش مقتصره على الدرجه الاولى فقط بالنسبه للمريض اللي هو الاب والام والاخوه والاخوات، لا، هنا العيله وتتبع شجره العيله بيمتد لاكثر من جيل. تمام؟ طيب ليه النقطة دي أو الجزئية دي مهمة؟ لأن لما هنيجي على موضوع أو على مشكلة عفوا زي الاسكيزوفرينيا أو الشيزوفرينيا، وابتدي إن أنا أقول الإتيولوجي عند الأوتلاين الخاص بالإتيولوجي هيطلع لي الإجابة عليه، أو الكوزز بمعنى آخر هيطلع لي الإجابة عليه كالتالي: الكوزز exactly unknown، السبب بالتحديد غير معروف. طيب إيه الرد المكمل لكده؟ إنه هناك عدة افتراضات ونظريات واجتهادات توصلت للآتي. الافتراضات والنظريات والاجتهادات، منها أول افتراض عندي، أول افتراض هو إيه؟ هو الجينيتك فاكتور، العامل أو الانهيريتد كاركترستيك، العامل الوراثي. ماله؟ له دور. العامل الجيني او العامل الوراثي له دور، بدليل انه لما بتبع شجره العيله بلاقي ان في مشكله لدى المريض. طيب مشكله في الاسره. تاني فاكتور عندي الانتر بيرسونال اند نيتشرنج تشايلد هود فاكتور. العامل ده مرتبط ب الشخص، يعني دكتوره في المراحل الحياه هاي. بالظبط، التنشئه تحديدا معنيه بالتنشئه والتربيه والمواقف وطبيعه التفاعل ما بين التشايلد وبين او بين الفرد وهو في اولى مراحل حياته وبين البيرنت بالنسبه له. النيتشرنج ديورنج تشايلدهود ريفيرز تو بيرنت تشايلد انتراكشن، مقصود بيها نمط التفاعل او نمط الرعايه بين الطفل والنمط الرعايه اللي بيتلقاه الطفل من ابويه. افكت الديفلوبمنت المنتال هيلث، في جانب اللي هو الجانب المشرق او النمط المشرق اللي هو النمط البوزيتيف. ايه هو بقى البوزيتيف نيتشرنج ستارت ويز تشايلد بيرث؟ التنشئه بالشكل الايجابي دي بتبدا من لحظه وجود الفرد في الحياه، اولى اول لحظات وجوده. ايه بقى اول لحظه بتشتمل هذا النمط الايجابي على ايه؟ على الفيلينج اوف لاف والسكيورتي والاكسبتنس. الشخص وهو لسه في المهد في بداية حياته، الطبيعي إن هو يتلقى الإحساس بالحب والأمان. الحب والأمان. بالظبط، ما يبقاش ده غلطة. بنلاقي بعض العائلات للأسف يقول لك فلان ده ابنها ده ولا بنتها الأخير ده جه غلطة، أو مش مقبول للسكس اللي جاي بيه، يعني للأسف كان نفسهم في ولد جه بيه أو العكس. تمام؟ او ما كانش مرغوب فيه اصلا، لا احنا خلاص كان عندنا عدد كافي، او في بني ادم اتوجد في الدنيا مش ذنبه ان هو انها بنت، او مش ذنبها مش ذنبه ان هو ولد، او مش ذنبها انها بنت، او ايا كان هو جه الدنيا. فالطبيعي ان يتلقى من ابويه الحب والاحساس بالحب والايه والامان والقبول. طيب عكس الجانب الايجابي او النمط الايجابي النمط السلبي النيجاتيف. النيجاتيف ان النيوتشرنج انكلود لي الماتيرنال ديبريفيشن. تمام، حرمان الابوين دكتوره، وتحديدا هنا ماتيرنال الام، تحديدا الحرمان من الام في المهد في اول سنه او اول، يعني فرويد سمى اول سبع مراحل اول سبع سنوات من عمر الشخص المرحله الذهبيه او السنوات الذهبيه. أول هذه السنوات السبع هي أول وجوده، أول مرحلة أول سنة من وجوده في الحياة.
حرمان الطفل في المراحل المبكرة دي مشكلة كبيرة قوي، بيأثر عليه نفسيا، وبيأثر كمان بعض الدراسات وجدت ان هناك لينك قوي ما بين الإصابة المتكررة بمشاكل في الريسبيراتوري سيستم وبين حرمان الطفل من امه. تمام، يبقى الحرمان، الابيوز، التشايلد ابيوز، سوء معامله الطفل باشكالها المختلفه، سواء كانت تندرج تحت النجلكشن او الفيزيكال ابيوز، الاهمال او الضرب او الايموشنال اور سايكولوجيكال ابيوز، او السب والشتائم، توجيه السباب والشتائم للطفل، او السكشوال ابيوز، التحرش والاعتداء الجنسي على الطفل، سواء كان بقى مين الابيوزر. ما انا عندي في ابيوزر وابيوسف. الطفل اللي بيعمل الابيوز، اللي بيعرض الطفل ليه اشكال الابيوز المختلفه، ده بيكون الابيوزر. الابيوسف الطفل نفسه اللي اتعرض لسوء المعامله. تمام، سواء كان الابيوزر بقى احد الابوين او من عيله او من بيئه او من اسره الطفل، او في بنلاقي بعض العائلات الظروف الماديه الطاحنه بالنسبه لهم اللي بيحصل، وخاصه العائلات اللي هي فيها يعني عندهم اطفال كتير، اللي بيحصل ان هم بيسربوهم من المدارس وبينزلوهم لسوق العمل في سن ضد القانون يعني. تمام، فايه اللي بيحصل؟ اللي بيروح يشتغل وهو في سن مبكر ولسه طفل، ده اللي خلى اهل بيته وابويه ما كانوش مصدر حنان بالنسبه له. هيبقى الشخص اللي بيشتغل عنده، سواء بقى تحت في اطار المعلم اللي بيعلمه مهنه معينه، ولا صاحب الورشه، تشول يعني دكتوره، بيستخدمه ما اكثر شيء مره هو بالعاده. طبعا طبعا بيبقى للاسف معامله سيئه جدا، سواء كان بالضرب، سواء كان بتوجيه شتائم، بالعنف، معامله سيئه جدا. And early communication failure، نمط آخر سلبي للأسف، إن في فشل مبكر في التواصل على مستوى أفراد الأسرة الواحدة. يعني للأسف إحنا دلوقتي ده السائد في حياتنا، إحنا ما بقيناش مع بعض شكل مضمون، إحنا مع بعض داخل البيت وداخل المسكن كأشكال فقط، ما بقيناش نعرف حاجة عن بعض قوي، مش زي زمان. كان زمان كانت العائلات لازم وحتما ولابد في تاسك معين بيجمعهم حتى ولو مرة يوميا، كانت العائلات لازم ان ما كان جمعهمش وجبه الغداء، يبقى في وجبه معينه بيتناولوها مع بعض، في برنامج معين بيتابعوه في التلفزيون، في قاعده جلسه معينه على مستوى الاسره بيتناقشوا فيها امورهم. يعني كان في كونكشن، في كوميونيكيشن فيما بين افراد الاسره الواحده. تعالوا نشوف احنا دلوقتي قاعدين مع بعض للظروف اللي احنا فيها، ولكن كل واحد ايه داخل نفس البيت، بنلاقي كل غرفه فيها الشخص داخل غرفته بتلفزيونه، باللابتوب، بالديفايس اللي شغال عليها وبس. فين احنا بقى بنبقى قاعدين مع بعض كده ونجتمع وبنعرف ايه ظروف بعض؟ للاسف ما بقاش ده موجود، فده نوع من الكوميونيكيشن فيلير. اي استفسار يا شباب؟ اي استفسار؟ تمام دكتور. طيب السوشيو او السوشيال كالتشرال فاكتورز، العامل الثالث رئيسي اللي هي معني بالجانب الاجتماعي والثقافي، أو بمعنى آخر ظروف حياة الشخص، life circumstances، عايش الشخص فينا أو كل فرد فينا عايش حياته إزاي. كلنا بنختلف فيما بيننا لأنه كل حد فينا من خلفية معينة. خلينا نتطرق للظروف الحميدة أو الظروف الإيجابية اللي حتما ولا بد هيكون تأثيرها إيجابي طبعا. زي إيه بقى معطيات الحياة الإيجابية أو الظروف الإيجابية؟ إن الشخص عايش من أسرة، في الأمان المادي، بيتلقى التعليم في أماكن معينة فعلا بتساعد على التعليم والاستمتاع بتجربة التعليم والتعلم، وبتساعد البيئة اللي هو فيها سواء كان منزلية أو مدرسية على اكتشاف القدرات وتنميتها لآخره، بيتمتع بصحة سواء كان الجانب الفيزيكال. تمام، خلص دراسته، وجد، وطبعا كانت من المعطيات الإيجابية أيضا بعد ما أنهى مسيرة دراسته، وجد الوظيفة اللي تتناسب مع التخصص وتتناسب مع رغباته، كمل حياته باختيار شريك حياة موفق، وكان زواج موفق. دي معطيات كلها كده مكملة لبعضيها، بتوصل في نهاية الطريق، أو تأثيرها عبارة عن إيه؟ ليها important role to promote mental health. تمام؟ ليها تأثير إيجابي على صحة الفرد النفسي.
نعكس هذه المعطيات ونعكس هذه الظروف ونقول السلبي منها عبارة عن إيه؟ النيجاتيف حالة البافرتي الفقر بور فيزيكال هيلث. طبعا المادة من خلالها بنقدر نأمن احتياجاتنا، طيب ما فيش هيبقى في مشكلات وتعثر في الحياة، الجانب الصحة الفيزيكال هيبقى فيها خلل، الشخص الله أعلم كمل تعليمه إزاي، أنهى تعليمه وحصل على مؤهل معين ولا ما كملش مسيرة دراسته، حصل على مؤهل يعني نقول بمنتهى المشقة وللأسف ما لم يجد عمل أو وظيفة، وكمان جه في نهاية المطاف كان تجربة اختيار شريك الحياة أو تجربة الزواج كانت تجربة تعيسة فلم يوفق فيها أيضا. كل ده في النهاية عبارة عن إيه؟ عبارة عن عوامل ليها تأثير سلبي على إيه؟ على صحة الفرد النفسية وتجعله على استعداد في ظل وجود عوامل أخرى to develop mental illness. هنا النقطة دي عبارة عن ال characteristics of individual with mental health، هي عبارة عن تجميع لكل اللي قلناه. إيه هي بقى لما أقول إيه هي السمات أو إيه هي خصائص للناس اللي بتتمتع بالصحة النفسية هنقول إيه؟ يلا يا شباب معايا بقى ونعلق سوا مع بعض. تيماء ما اعرفش خرجت ليه. طيب ايه هي الخواص بقى؟ سامعين يا جماعة؟ سامعين يا شباب؟ يا شباب المستقبل. اه دكتورة معك. طيب ايه هي الـ characteristics of individualism mental health؟ اولا نبدأ بيه to work with alone and with other، يبقى يتوفر يعني ده الشخص القدرة عن ايوه القدرة يعني الواحد العمل بشكل جيد بمفرده مع الآخرين، ان يقدر يؤدي يقدر يؤدي. فاكرين في البداية خالص لما قلنا المنتال هيلث تفسيرها بمنتهى البساطة ان الشخص لديه القدرة على able to mastery areas أساسية في حياته، منها ايه؟ الورك، ورك لاف اند بلاي، العمل يقدر يؤدي اي مشكلة او اي اضطراب نفسي. هو مش بس ان الشخص في هذه الحالة بيعاني من مشاكل نفسية فقط، لا، ده الاضطراب النفسي بيتداخل في الجانب البيولوجيكال وبيتداخل في الجانب السوشيال وبيتداخل في الجانب الاكيبيشنال لدى الشخص، فبيأثر على قدرته على العمل. العمل هنا بين قوسين هو ايه المقصود بيه؟ وانت طالب ده عملك انك تدرس، ربة المنزل في وجودها في البيت ده عملها، ان هي تعول الاسره او تدير شؤون المنزل، انا وانا في شغلي ده عملي وهكذا. طيب يبقى اذا اي خلل نفسي او اي اضطراب نفسي هو زي ما بيحدث مشاكل واعراض نفسيه لدى الشخص وايضا يتداخل بالسلب في قدرته على ادائه العمل. تمام. ايه كمان؟ accept انه مسؤول كمان عن مسؤوليه، يعني ان يقبل المسؤوليه من افعاله، يعني احنا لسه قايلينها دلوقتي انه طبيعي ان الشخص المنتلي هيلث هو لديه القدره على التفكير ومن ثم يقدر ان هو يتخذ قرار ومن ثم يتحمل تبعيه هذا القرار. تمام كده. انا باخد قرار امتى؟ لما يبقى انا عندي القدره على التفكير. طب انا وصلت للقدره على التفكير امتى؟ بوصولي لمرحله سنيه معينه، مش كده؟ اصبحت مستقله ومعتمده على ذاتي. طيب اذا اقدر افكر بالشكل السليم بالشكل الواقعي والمنطقي، اقدر بالتبعيه ان انا اي قرار انا اوصل له لحل مشكله او لصنع قرار انا ابقى مسؤوله عن نتائج هذا القرار. able to give and receive، يقدر ان هو ايه؟ ياخد ويعطي. مش دي مقومات اي علاقه عشان تبقى مستمره وتبقى satisfying لجميع الاطراف؟ يعني علاقتك بالغير عشان تبقى مرضيه ليك وليهم مش لطرف واحد، لأن العلاقة لو مرضية من طرف واحد مش هتستمر، هتبقى علاقة إيه؟ العلاقة الطبيعي إن هي تبقى ساتسفاينج لجميع الأطراف. يبقى دي مبنية على فكرة إيه؟ آخد ودي، مفيش علاقة بتستمر وهي مبنية على إن أنا آخد طول الوقت أو أعطي طول الوقت، صح كده؟ إز أوبتيمستيك، إن يكون عند الشخص إيه؟ تفاؤل، متفائل. يبقى متفائل. بس ده مبني على إيه؟ التفاؤل، ها، يبقى مبني على ان انا ابقى بسعى بقوم بالجهد المطلوب، تمام، بحقق المساعي اللي مطلوبه مني بأدي دوري. اما قصه بقى النتيجه
دايما زي ما بنقول كده ايه، انا بعمل اللي عليا. قصة ان انا اوفق ولا لا دي بترجع لايه؟ ترجع لربنا سبحانه وتعالى، مش كده؟ تفاءلوا بالخير تجدوه. الله ينور عليك. كل متوقع ات، ما قول سيدنا علي رضي الله عنه، كل متوقع ات. اتوقع بس مش انا اتوقع زي الفرق الشعر ما بين التوكل والتواكل. الفرق بينهم انا ما ينفعش ابدا اقعد في مكاني واقول رزقي هيجيني لغايه عندي. لا، هو في رزق صح مكتوب لي، ولكن في رزق مقترن بالسعي من باب العدل الالهي، صح كده؟ تمام. إذن التفاؤل ان هو يبقى عندنا نظره اشراق للمستقبل، لان عكس الحاله دي، عكس التفاؤل اللي هو البسمستك التشاؤم والنظره السوداء، سواء كانت لقدره الشخص او او للحياه اللي عايشها حاليا في الحاضر او للمستقبل، دي هذا المثلث الاسود زي ما بنقول اللي هو التفكير السوداوي بنلاقيه بين الحالات السيفير ديبريشن. يبقى هو حاله الاكتئاب مش بس حاله حزن، او مشكله الاكتئاب مش بس حاله حزن غير طبيعي بيمر بيها الشخص، لا ده كمان نمط تفكيره نفسه في مشكلة. ماله؟ تفكيره سواء كان في نفسه أو لنفسه البيئة اللي هو عايش فيها والحاضر اللي هو عايش فيه وللمستقبل اللي جاي، ماله؟ لونه أسود. فده حالة تشاؤم، تمام؟ فالطبيعي إن إحنا نبقى متفائلين، ويقترن هذا التفاعل بالسعي المطلوب. قصة بقى إن تتحقق لي نتيجة معينة، ده توفيق من عند ربنا. بس انا لا قدر الله لو انا عملت اللي عليا واخفقت في شيء، انا ببقى راضيه ولا لا؟ راضيه، لان انا عملت اللي مطلوب مني. غير ان الواحد يبقى ما يبذلش ادنى مجهود ولا قدر الله يفشل، لا، يبقى لازم الاول ايه؟ يلوم ذاته. يبقى الطبيعي ان احنا نبقى اوبتمستيك، اكسبريس ايبل تو اكسبريس الفيلم، يعني قادر ان يعبر عن، قادر على التعبير عن مشاعره. تمام. احنا دلوقتي في حاله معينه بنمر موقف معين، بنعيش موقف معين، فبيتوافر لدينا مشاعر مطابقه لهذا الموقف. يبقى ان احنا نقدر نبقى في الاول ابقى ريكوجنايز، يعني اذا كان عايش حزن بيقدر يعبر عن حزنه انه بالفيس اكسبريشن. تمام. قبل التعبير كمان يبقى مستدل على هذه المشاعر، يبقى recognize and express للإيموشنز appropriately. يبقى قدرة الشخص أو يتوفر لدى الشخص المقدرة على أنه يستدل ويتعرف على الحالة اللي هو فيها حاليا، ويعبر عن ده بالآلية المناسبة والشكل المناسب. able to solve لي problems، يقدر أن هو إيه؟ حل المشكلات، المشاكل يعني اللي تواجه. ده النمط اللي هو النمط السائد بالنسبة له. يبقى عنده mature pattern of problem solving. ولكن ده ما يمنعش تاني، ما يمنعش ان تواجه مع مشكلة او مع عدة مشكلات في آن واحد، او عدة stressors في آن واحد، ما ينفعش بقدراتنا الطبيعية ان احنا نتعامل معها. فايه اللي بيحصل؟ بنلاقينا ان احنا بنبحث عن المساعدة من الآخرين، سواء كان السؤال، المشورة، الاستعانة بخبرة لآخره. ولكن بعد تجاوز الفرد او الشخص لكل هذه المشكلات او لهذه المشكله، بيرجع للنمط الطبيعي السائد بالنسبه له. كمان كاركترستيك اخرى، able to benefit from rest and sleep، يقدر يستفيد منين؟ من وقت، من الراحه والنوم. لان اليوم بتاعنا عباره عن ايه؟ عباره عن ثلاث اجزاء، 8 8 8 اللي هو ال 24 ساعه. 8 عمل، دي مده الايه؟ ده طبقا لقانون العمل، عدد ساعات العمل 8. إن لم يكن في حد بيضابل شيفت بقى أو أيا كان، دي قصة تانية، لكن الوضع الطبيعي يبقى 8 ساعات، تمام كده؟ 8 نوم، الرينج مش لازم يبقى عدد مطلق يعني، بس في الرينج يبقى إيه؟ في حدود هذا العدد ساعات النوم، في حدود هذا الرينج. الثمانية اللي بعديهم اللي هم عبارة عن إيه؟ عبارة عن الريست والسوشيال انتراكشن. مش إحنا مش عايشين لوحدينا؟ أنا محتاجة، أنا فرد داخل الأسرة اللي أنا فيها. هل بعد ساعات النوم وبعد ساعات العمل ما اقعدش مع اولادي ولا اهل بيتي ولا اراجع اسرتي اللي انا منها اصلا، ولا زمايلي ولا صحابي ولا الكلام من ده كله؟ محتاجين نكون في حاله ايه؟ تفاعل اجتماعي، مش كده؟ جزء من الثمانيه دول في يندرج
أو التمانية دول بيتقسموا جزء منهم تفاعل اجتماعي مع الآخرين وعلاقات مع الآخرين، والجزء الآخر اللي هو معني بإيه؟ إن أنا أنعزل لوحدي، بفكر في موضوع معين، عايزة أوصل لقرار معين، عايزة أتعامل مع موقف معين. يعني إحنا محتاجين التمانية ما بين شوية منهم لوحدي وشوية مع الآخر. أي استفسار؟ لا تمام دكتور. can recognize ان الشخص يقدر ان هو ايه يستدل على ال abilities and deficiency، يقدر يستدل على مواضع القوة والمقدرة اللي عنده وال ايه والضعف، زي ما احنا قلنا ال ايه ال self concept او ال positive attitude towards self. able to form meaningful relationships، يقدر يكون علاقات ذات مغزى وذات معنى وتكون مرضية لجميع الأطراف. able to make sound judgment and decisions، يقدر ان يتخذ قرارات ويصدر أحكام سليمة في التعامل مع المواقف المختلفة. can take care of his hygiene clauses in a manner which conform to standard of society، يقدر إن هو يهتم بنظافته الشخصية ونظافة ملبسه وهندامه بما يتوافق ويتطابق مع الخلفية اللي هو فيها أو المجتمع اللي هو عايش فيه. احنا تصرفاتنا كلها المرجع اللي فيها ايه، او الريفرنس بتاعنا ايه، المجتمع اللي احنا عايشين فيه بالثقافه بخلفيه هذا المجتمع. انا بلتزم بملابس معينه، بخرج من بيتنا بطريقه معينه، برجع بيتنا في وقت معين، كل ده المرجعيه بتاعتي ايه، المجتمع اللي انا عايشه فيه. هل لينا ان احنا ننفصل عن هذا المجتمع؟ لا، في ستاندرد معين احنا ملتزمين بيه، حتى بما لا علاقه باللبس، حتى بما لا علاقة بطريقة اللبس أو الملابس اللي احنا بنرتديها. تمام كده؟ is able to cope successfully with stress that is mean a person can return to normal function if temporary disturbed، يقدر ان هو يتكيف مع الضغوط حتى ولو كان في، زي ما احنا لسه متفقين دلوقتي انه في موقف في stressors للأسف ممكن الشخص يمر بيه أكتر من stressor في نفس الوقت، أو بستريسور منبه معين يتفوق بكثير عن قدراته. طيب انا في العادي بقدر اتعامل مع او اتكيف بالشكل الايجابي مع الضغوطات المختلفه اللي انا بمر بيها، بس للاسف يعني كان في اخطر من الستريسور في حين في وقت معين او في ان معين. تمام؟ او الستريسور ده ضخم جدا ان انا اقدر اتعامل معاه لوحدي. يبقى ايه اللي بيحصل؟ بستعين بخبره الايه؟ الاخرين، او برجع للاخرين للمساعده. ولكن بعد ما بتجاوز هذه المحنة برجع للإيه؟ برجع للوضع السائد بالنسبة لي. able to distinguish fact from reality or real world from dream and act accordingly، لدى الشخص القدرة على أن يميز ما بين الإيه، زي ما اتفقنا، بين الواقع والخيال. بالضبط، الواقع والخيال، ويتصرف بناء على كده. لأنه الشخص اللي عنده مشكلة زي ما قلت لكم الاوديتوري هلوسينيشن، الهلاوس السمعية اللي بيسمع لها الشخص أو الأصوات اللي بيسمع لها الشخص في حال الهلاوس السمعية، لو جاله الصوت أو الصوت اللي بيتكلم معاه اداله أمر، يعني هناك ممكن الصوت اللي بيسمع له الشخص ممكن يبقى مضمون، أو محتوى الكلام ده عبارة عن إيه، ممكن يبقى مدح، ذم، حوار عادي زي أي محادثة أو حديث أو أمر. لو جه للشخص وهذا الصوت بالنسبة للشخص، بالنسبة للمريض بتاعنا، ده بيمثل حقيقة، ده بيمثل بالنسبة له حقيقة. لو جاله، لو الصوت اللي بيكلمه ده أو الرسالة اللي جات له آمرة، عادة الرسائل الآمرة اللي هي فيها نوع من الأمر أو الطلب بقيام أو القيام بعمل معين، بتكون حالة من حالات الإمرجنسي، طلب منه افتح الشباك وارمي نفسك، أو خد طفلك ده وارميه من الشباك أو ارميه من الشرفة، أو هات سكينة وانحر بيها أبوك أو أمك أو ما شابه. تمام؟ هيتصرف ولا مش هيتصرف؟ مش هيتصرف. هيتصرف يا حاجة من الاتنين، ردة الفعل هي حاجة من الاتنين، يا إما يلبي هذا الطلب، وده اللي احنا بنشوفه على مستوى الجرائم اللي بتحصل. يقول لك هنا التفسير إن وارد إن شخص الجاني يكون عنده مشكلة نفسية، فلازم يتم إيداعه في إحدى المستشفيات المرضى النفسيين عشان يصدر تقرير بشأنه، يتم ملاحظته ويصدر تقرير بشأنه. تمام؟ فيلبي الطلب، وده بيفسر الجرائم زي ما اتفقنا، أو إنه كردة فعل من الشخص ان يهرب من الاستجابة من الطلب ده، فلو البيئة اللي هو فيها ما كانتش متأمنة بالشكل اللازم هتبقى فيها مشكلة للأسف.
عشان كده لازم الانفايرمنت اللي فيها المريض تبقى سيف انفايرمنت، بيئه امنه، ما ينفعش ابدا يبقى في شبابيك واسعه، مساحه الشباك كبيره. يعني لو جالكم نصيب ان شاء الله ونزلتوا ايا كان بقى امتى الله اعلم يعني، او اتيحت الفرصه لاحقا في الزياره لاي مستشفى من مستشفياتنا، هتلاقي ليها طابع مختلف شويه على مستوى الارتفاعات. يعني الارتفاع مش كتير، يعني طابقين او ثلاثه مثلا كحد اقصى على مستوى الارتفاعات غير المستشفيات الثانيه. بلس انه لازم يكون في حمايه وتكون البيئه مؤمنه، شباك ما يكونش بمساحه كبيره، شباك مساحته صغيره ويكون مرتفع، يكون عليه حديد كريتال حمايه، الزجاج بتاع الشبابيك والمنافذ يبقى زجاج مقاوم للرصاص او غير عابر وغير نافذ للرصاص، الاسلاك، الكهرباء، كل شيء في البيئه لازم يكون ايه اللي موجود فيها المريض يكون امن بالنسبه له. الاساس آمن على مستوى ومقوى. نعم آمن ومقوى. وعلى مستوى الاساس يبقى ثابت، ما ينفعش اساس يبقى سهل، لان المريض لو في حاله اجريشن جه سهل قوي مثلا يشيل كرسي، يشيل كنبه، يشيل طاوله، ايا كان، لا لازم الاساس يكون ضخم ويكون ثابت في الارض. بعد كده ضمن الكاركترستيك كان act independently dependently or interdependently as the need arises without permanently losing independence. نفس القصه زي ما اتكلمنا في الاوتونومي الاندبندنس، ان الشخص غالبا ما دام وصل لحد الماتيوريتي النمط السائد اللي بالنسبه له يبقى حد الاستقلاليه في افكاره وتصرفاته وقراراته وهكذا. برضو وارد ان في موقف معين يبقى محتاج مساعده من الاخرين، بعد ما يتجاوز هذا الموقف او هذه المحنه يرجع للنمط السائد بالنسبه له الا وهو الاستقلاليه. المينتال انس، الديفينيشن المينتال انس او المينتال ديس اوردر كالتالي: المينتال انس كان بي ديفايند از مال ادابتيف ريسبونس تو ستريسز. يبقى الشخص بيصل لحاله ان يبقى عنده مشكله او عنده اضطراب نفسي نتيجه وصوله لحاله من سوء التاقلم. تمام. طيب المال ادابتيشن تو ستريسر نتجت من ايه؟ ان الشخص اتبع ما يعرف به النيجاتيف كوبنج استراتيجيز. يبقى انا التراك بالنسبه لي ابتدى ان الشخص قابلته ستريسرز، دخل في حاله من الاستريس، تكيف بالشكل السلبي، في نهايه المطاف وصل لحاله المال ادابتيشن. طب المال ادابتيشن دي سوء التاقلم او التاقلم بشكل سلبي او الاستجابه بالتاقلم السلبي للستريسورس المختلفة، هي دي حالة المينتال انس. يبقى المينتال انس او المينتال ديس اوردر تعريفها مال ادابتيف ريسبونس، ردة فعل فيها سوء تأقلم او تأقلم سلبي او تأقلم سيء عفوا تو ستريسورس. الدلائل ان الصوت، الفيلينج، البيهيفير ذات ار انكونجرنت ويز لوكال اند كالتشرال نورمز. في حالة من عدم التطابق ما بين سلوكيات أو أفكار ومشاعر وتصرفات الشخص مع البيئة اللي عايش فيها، مع ثقافة المجتمع اللي عايش فيه. زي ما بقول لكم إحنا ما إحنا مش ماشيين في حياتنا كده بشكل ارتجالي وعشوائي، إحنا كل تصرف يصدر عنا حتى من أول نمط تفكيرنا ومشاعرنا وردود أفعالنا وسلوكياتنا وتصرفاتنا للآخر، كل ده المرجعية فيه إيه؟ ثقافة المجتمع اللي إحنا عايشين فيه. تمام كده؟ بيولوجيكال دكتورة يعني. نعم. بيولوجيكال. طبعا. And interfere with individual social, occupational and or physical functioning. يعني ايه؟ يعني هو المشكله اللي عند الشخص هي مشكله نفسيه، الخلل او الاضطراب اللي عنده نفسي. تمام كده؟ على فكره احنا بنستخدم اكتر مصطلح disorder اكتر من illness او disease. يعني تلاقي اكتر psychiatric disturbance او mental disturbance او disorder. خلاص؟ فماله هي المشكله اللي عنده في الاصل او الدايجنوزس اللي في الاصل عنده مشكله ايه؟ نفسيه. ولكن بالرغم من كده هناك تداخل في الجانب الاجتماعي، في مشاكل في الكوميونيكيشن فبالتالي هينتج عنها مشاكل في الريليشن شيب، في تداخل في اداء الشخص اللي عمله وسواء كان طالب بقى موظف لاخره، في تداخل كمان او في مشكلات كمان اورجانيك او بيولوجيكال. يعني اغلب حالات الدبريشن بيبتدي المشكله بايه؟ قبل حتى التشخيص ان هي مشكله. خلاص هي اصلا معلش عفوا السيشن على وشك النفاذ، هتخلص، هيبقى لقائنا ان شاء الله المره اللي جايه. اوكي ان شاء الله دكتور. وارد يا جماعه ان احنا ممكن ندي لقاء قبل النهارده ايه الثلاث، هشوف كده ايه الظروف واخبركم قبل، خلينا بس على متابعه مع بعض عشان تمشوا مع الشعب الاصليه بامر الله تعالى.
خلاص أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بأمان الله. الله يسلمك.